أقرب الناس إليه. المهم نحن دايماً مع بعض، يسعون للتخلص منه. أنت قبل خيه وأقرب حتى لقله، أنت حط له إياهم بشتى أنواع الطرق. بدل القصة تبين كأنه حادث السيارة طبيعي. بكرهك يا عامر الكلب. ليصبح اختفاؤه لغزاً. في شي غامض. وين اختفى عامر؟ يبحثون عن حل له. بدي أقابل كل الناس اللي كانوا بالحفلة. المجرم عادة بيترك دليل حتى لو كان صغير. سر يومياً 8 مساءً بتوقيت السعودية على زي ألوان. لون رمضانك.